ايه مشكله يعني المشكله الفنيه في النادي الاهلي دلوقتي؟ عندنا مشكله، انا يعني هسيبك تتكلم ونتناقش فيها. ايه المشكله الفنيه وخاصه في خط الهجوم؟ عندنا مشكله. ما انا هقول لك بقى، دي النقطه الرابعه، الستيب اللي بعديه. الستيب. فاحنا اتكلمنا عن الدفاع اللي بيبني، وسط الملعب اتكلمنا على الهاف ديفندرز الاثنين مركز 8، ما بقاش في مركز 6. نمره 3 دي بقى حاجه متطلبه جهد عنيف جدا من اللاعبين. هذا البريس او الضغط العالي اللي على الفريق المنافس، وعمرك اما كنت بتشوف فرقه الاهلي بتضغط او فرقه الزمالك او في اي فرقه مصريه كانت بتنفذ ده، كان بيحصل ايه؟ تنفذه من ال 90 دقيقه 10 دقائق بالكتير، ما تقدرش الجهد يقدر انك تضغط بهذا الشكل. انت تحولت الى انك بتضغط بكام بقى؟ في بعض اوقات بسبعه. سبع لعيبه موجودين في المنطقه الاماميه. فاصبح هقول لك بقى المشكله الفنيه، بس اما اقول لك اخر حاجه اللي هي ايه؟ ان الاهلي كتير قوي ايام مانويل جوزيه كان اعتماده الاساسي على اختراقات الاجنام، يلعب كرات عرضيه كتير والكرات العاليه اللي هي مثلا كان عنده النموذج الحي لراس الحربه النموذجي في الكره الحديثه. يعني عندك عماد متعب وعندك فلافل، يبقى ازاي ما تلعبش كده؟ ده كان طاير بركات وبيستخدم ادواته. انا عندي بركات وعندي سيد معوض بيطلعه كويس ومحمد عبد الوهاب بيطلعه عليه بالظبط، واحمد فتحي كل دول جم في بيخدم على ان اللي يلعب او اللي يقوم بدور الهجومي ده هو الاثنين رؤوس الحرب. لا، ما عادش الكلام ده. النموذج اللي بذكره لما يفعله اللي هو رابع حاجه، انا اتكلمت دلوقتي عن الاثنين السرد باكات، اتكلمت على الهاب ديفندرز، اتكلمت على البريس بعدد كبير من اللاعبين. اخر حاجه ان فايلر مش في رايه في نظره ان الهجوم متطلب راس حربه هداف، هو فكره كده. عشان كده حاصل جاب شويه في الفكر بين الجمهور العادي، الجمهور الاهلاوي اللي بيسمعنا، الجمهور العادي والجهاز الفني حوالين دور مروان محسن. عشان انا اقول للجمهور كان ازاي بيفكروا عبر اجيال في النقطه ديت، ان منتخب فرنسا وهو بطل كاس العالم الاخيره، وكان بطل كاس العالم 98، وكان بطل الامم الاوروبيه 84، بطل الامم الاوروبيه ايه 2000، يعني اثنين كاس عالم واثنين امم اوروبيه. في الاثنين كاس عالم والاثنين امم اوروبيه راس الحربه لم يسجل ولو هدف واحد. كان مثلا برنر لاكوم كان في فرنسا 84، كان ده راس حربه يقوم بأدوار تانية خالص غير التهديف. يسيب مين بقى؟ ميشيل بلاتيني، آلان جيريس، جان تيجانا، لويس فرنانديز، اللعيبة اللي جايه بقى بالظبط. جه بعديه في كأس العالم 98 راح عاملين جابوا ستيفن جيرار، ستيفن جيفارش ده كان هو رأس حربة لفرنسا، ما حدش فاكر اسمه طبعا، يعني اللي أنا بقوله لك عليهم دول الناس مش فاكراهم، لأن إيه هو ما جابش ولا جول. لكن زيدان، يوري جوركايف، ايمانويل بوتي، لعيبه كتير من تحت هي اللي بتقوم بالمهمه ديت، فعشان كده ما جابش ولا جول. جاء بعد كده نفذ نفس الكلام، بس جاب مهاجم اسمه كريستوف دوجري، ده كان بيجيبوا شويه جوال يعني، بس الدول ما جابوش. جاء في الاخر كاس العالم اللي لسه خالصه 2018، مين راس الحربه؟ اوليفييه جيرو، ما جابش ولا جول، وفرنسا خدت كاس العالم، جاب ولا جول؟ فيش. عايز اللي تحت، مبابي بقى. اعتقد كان بيقوم بالدور ده برضه، بس كان بيهدف طبعا عماد متعب في اوقات، كان هو اللي بيفتح ثغرات لبركات انه يخش، لابو تريكه انه يخش، ففي ادوار مختلفه. ما الادوار بقت مختلفه لراس الحربه، ما بقاش في راس الحربه الكلاسيك اللي هو جوه ال 18 انت مهمتك تجيب جول. الكلام ده انتهى يعني. هو انت فعلا بتقول الكلام ده انتهى في العالم بالظبط، لدرجه ان انت لو جيت تعد في العالم كده هتلاقي نص الملعب الهدافين يعني. مين رؤوس الحربه اللي هو ايه؟ اللي هو التارجت، اللي هو بيتمركز جوه المنطقه، ضربات راس، قوه بدنيه، الحاجات دي. هتلاقي مثلا ايه؟ ليفاندوفسكي يعني، وبرده مش كلاسيك قوي، ده بيطلع الجنب يعني، بس هداف يعني في ال 18 دايما موجود، بس مش كتير. اصبح الوحش الشادو سترايكرز هم الاساس في اللعب. هو ده التغيير الرابع اللي عمله، هو معتمد في المقام الاول. حسين الشحات يروح، رمضان صبحي قبل ما كان موجود يروح، مجدي قفشه يخش، عمرو يكمل، جيرالدو حتى رجعه، يعني اصلا اللعيبه دي
هي اللي بتقوم بالادوار. ده محمد هاني جاب جول، يعني محمد هاني في المباراه اللي قبل اللي فاتت، مباراه انبي جاب الجول، هو اللي جاب الجول وعلي معلول جاب الثاني. بالظبط.